هذا الاخوان ما عندهم مشكل ما يشربوش الدواء نتاعهم، فهمتني؟ هذا المستوى المنحط دائما تاع قله من المخزن، انه كل حاجه جميله ينسبوها لانفسهم. التاريخ هو تاريخ لا يمكن تزويره. هما حتى قطاع جزائريه منذ العهد الروماني، مدينه وجده ومدن اخرى منها قرسيف تابعه للجزائر الى غايه 1845 في معاهده لالا مغنيه، وين فرنسا اعطت اراضي جزائريه للمخزن مقابل ان يلتزم السلطان عبد الرحمن بمحاربه الامير عبد القادر. هذه المشكل اننا هذا التاريخ يهدر وحده، احنا عندنا تقصير ما نعلموش لاولادنا. واذا هذا الناس كل شيء جميل كل شيء جميل يحبوا يسرقوه ويدوه، وكأن نحن هذا تاريخ. هذه المسألة نتاع ما يسمى الزليج، هذا موجود في قصر المشور في تلمسان لما كانت الدولة الجزائرية يحكمها زيانيين، وفي المغرب كانوا المرينيين، وهناك كانت حروب وحتى قصائد شعرية لهذه المعارك ولهذا الصراع. أما أنك جهد الجزائريين يحاولون سرقته، وليس فقط، تصور كاين باحث مغربي يتكلم مرة على الطريقة التيجانية. الطريقة التيجانية مؤسسها سيدي أحمد التيجاني الجزائري من عين الماضي من الأغواط. بحث علمي، تصوروا كتاب كان عندي بحث علمي يقول ولد سيدي أحمد التيجاني في عين الماضي، ما يقول الولاية للدولة. هذو الناس عندهم عقد نفسية، لكن التاريخ راه معروف. حتى أول من الآن هناك صناعة فخارية في مدينة أسفي في على الأطلسي في المغرب، هذا اللي راه علمها المعلم بوجمعة الجزائري من تزوزو. يعني هذا تقدر تكذب على الناس كامل، لكن التاريخ ما تكذبش عليه. هذه الناس المفروض يروحوا يشوفوا، هذه الناس يروحوا يشوفوا لماذا أن مستقبل المغرب راه مرهون، يشوفوا البطالة، يشوفوا أن 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 فلسطين ضائعة وملكهم يرأس لجنة القدس، يروحوا يحروا سبتهم ليلة. هذا هو النقاش الحقيقي. أما أنه لما نديروا احنا مشينا درنا لباس تاع المنتخب الوطني فيه التاريخ نتاعنا، يبداو يقولوا هذا نتاعنا وهذا نتاعنا، حتى الراي قالوا نتاعنا. يعني كل حاجة جميلة أو انتصار في الجزائر يعتبروه، يجي برفع المستوى، ولازم ما تنزلوش لهذا المنزل. هذا الناس ما يستاهلوش نجاوبوهم. كل شيء مانيش حابين ندخلوا في حتى معطيات كثيره لانها مش وقتها، لكن اعتقد اني اعطيتك الجواب الشافي.